السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حبيبي المتابع أو المشاهد؟ اليوم معي لعبة وهي القاتل المستأجر. يعني أنا تم استئجاري كقاتل لقتل شخص ولازم ننفذ هاي العملية بشكل صحيح. فإذا قدرت تنفذها ما تنساني من اللايك والسبسكرايب، وإذا ما قدرت حط لي تعليق حلو مثل منك. يلا مع بعضنا. ردة الفعل الأسطورية. اوف، مثل ما هف الصيف الاعمى الزعيم بباب الحاره. كفو يي دعوسنا، وات ذا فاك، جيم اوفر. هي سلخته وحده بظهره يا حبيبي. هذا نقتل هلا، هاي بدي اقتل هاي. طيب ما بعرف ليش حطوا لي جيم اوفر بالبدايه بصراحه. حيطلع لي، ايوه لف لف لف، يلا اصبر. لا قاعد يشوفنا، في حرس كمان لازم ما تقعد قدام الحرس ولا. ايه بفو هفو مثل ما هف الصيف الاعمى الزعيم بباب الحاره. لازم ما اخليهم يمسكوني، لازم اهرب وما اخليهم يمسكوني. طريق طويل. تعالوا لك، شايفك شايفك بس عايفك، شايفك بس عايفك يا حبيبي. الدنيا مسكونة، لازم تكون ردة فعلي كثير اسطورية بحيث اول ما يرفع هو العصاية تبعه انا الفل. ايوه طريق طويل. يلا شايفك يا حبيبي، شايفه على اولاد. سيف الاعمى ما انمسك للجزء الرابع، يمكن الجزء الرابع يمكن. انت بدك تمسكني بثلاث دقائق. يلا ايه يلا يلا يا حبيبي، يلا يا عمري. اصبر اصبر اصبر، على هون. شوف هو عم يرفع العصاي وبعدها يمكن بده يضربني على ظهري، تمام؟ فانه شو لازم ابلع، لازم ما اخليه يضربني. يعني اول ما يرفع العصاي انا لف كرمال ما اعطيني اي مجال انه يقدر يغدرني. لازم نطلع من الباب لانه على اولاد. شوف بعد ما يرفع حتى العصاية بيتحرك بقبق عينه، شوف شايف؟ بيتحرك هذا الجفن اللي تحت عينه مو البقبق. هيك عم بعصب، بلا لا بعد بعصب بيعطيني على ظهري. فشر فشر هو وعشرة من امثاله اللي على اللوبي. ولا هتضل تصفر كثير اليوم، شغلك السيكي اولاد بديعة. السلاك لوبي ولا ايوه اخذوه. هو هو خليت الحرس يمسكوه. اذا بمسك انا اسرع من الباب، اسرع من ما انه وصل على الباب. ما بس خلصت، ما حد خلصت. قدر يمسكون بيجي الحرس بياخده، الحرس بياخده طبعا. يا حرام
حرام كيف ما انتبه له. يلا هيك حوصل على الوضع. وصلت على الوضع. هيك كون فزت. هارت اتاك. هيك جاني هارت اتاك. هيك بكون فزت وطلعت برا القصر بخير وسلامة. أول شيء اختاليته لرئيس القصر أو للملك، أخذت مكانه، مسكت واحد من الشرطة، خليته يروح على السجن لأبد الآبدين، ما حيشم ريحة الشمس مرة تانية. وطلعت من الباب بخير وسلامة. فهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبك هذا الفيديو ما تنساني من اللايك والسبسكرايب يا حبيب، وترك تعليق متلق حلو، ويلا سلام.